صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. مدد يا رب مدد لا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. اللهم أمدنا بما أمدت به رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، واجعلنا أحب خلقك إليك وإلى رسولك، وأسعد خلقك بك وبرسولك، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك، وأفرح خلقك بك وبرسولك، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وآله وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين، آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نستفتح بعون الله ومدده وتوفيقه وبركته في قراءة كتاب الطريق إلى الله لسيدنا العلامة لفضيلة الإمام العلامة نور الدين علي جمعة مفتي الديار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قبل أن أتكلم عن سيدي علي جمعة 10 دقائق 2 3 أو حسب ما يتسع الأمر، أنا عاشرت الشيخ علي جمعة أكثر من 35 سنة، وتمرست معاه في درجات رقيه مع الله تعالى وعلمه، وأنا العبد الفقير عرفت العلماء، أنا مش عارف، لكن أنا أعرف العالم من غير العالم. أما قابلت الدكتور ريان أول مرة كان بيدرس لنا في كلية شريعة، فكان بيدرس لنا فقه السنة، أي الفقه المذهبي على طريق شرح كتب السنة. فأول ما لقيته عرفت إن ده عالم، قلت له يا مولانا دروسك إمتى وفين عشان أحضر لك. في بعضهم، أنا بقول بعضهم، كان بعض المدرسين عندنا لا يحسن النطق اللغة العربية الفصحى، ودكتور ماشي جميل وحلو ومقبول وكل حاجة، لكن أنا إيه الميزة سيئة إن أنا مش عالم، لكن أعرف إن ده عالم. فسيدي علي جمعة أنا عرفت إنه عالم من أول ما فتح الله عليه في الطريق، ومن أول ما من 35 سنة وأنا عارف إن هو من العلماء، وكان يدرس لي وإحنا من 35 سنة يدرس معنا حاشية الباجوري في أصول الدين، جوهره التوحيد وحاشيه الباجوري على ابن القاسم في الفقه الشافعي، وكتب كتير. كنا نقعد معاه كل يوم بعد الجمعه 4 ساعات لغايه المغرب تقريبا نقرا في العلم معه. وجدت ان هو بيرتقي الى ان اظنه الان هو اعلم اهل الارض، ظن انا، ده حاجه خاصه بي انا، لكن انا بظنه. تمرست على العلم، مره جاء احد الطلبه والشيخ كان بيفسر في الزله الفاطميه، فالطالب قال ايه الكلام اللي بيقوله الشيخ ده بسيط جدا وكل الناس تفهمه. قلت له طب اقعد قدامي وانا هقول لك. فابتدا الشيخ اخذ لفظه من الفاظ القران مش متذكرها، وابتدا يتكلم عن معناها في اللغه العربيه، يبقى ده معناها في القواميس، تراجعوا في القواميس هتلاقي نفس المعاني دي. وبعدين ابتدا يتكلم مره اولى عن اساس الوضع اللغه بتاع الكلمه نفسها، ايه الوضع اللغوي ليها، فبتكلم عن وضع اللغوي بتاع الكلمه. وبعدين ابتدا ينتقل الى الوضع الفقهي والوضع الاصطلاحي عند علماء الشرع من الكلمه برضه نفس الكلمه. وبعدين بقى خلاف العلماء في اللفظ ده في اللغه، وخلاف الفقهي عند المذاهب الاربعه في المساله دي، والخلاف الاصولي ايضا لو كان لها معنى اصولي كان يستنبط. فكل ما الشيخ ينتقل ابص له يقول لي اه، وانا قلت له ها بسيط اللي مش بسيط. لانه وخلي بالك ان كلام سيدنا الشيخ علي ها ان هو بتراجعه على المراجع السجد كما هو. مره كان جالس على الكرسي ده وبعدين سالوه الخضر حي، ام تامل كده عباره، وبعدين قال الخضر عند جمهور العلماء، عند جمهور حفاظ الحديث وعند العلماء والعامه حي. العباره دي بالنص موجوده في كتاب الامام النووي في تهذيب الاسماء واللغات عند ذكر الخضر، ان جمهور الحفاظ حفاظ الحديث وعامه العلماء والعوام على ان الخضر حي. فالعباره نقلها هو بحفظ بدقه، فايه يعني انا بيني وبينه العلم، لكن هو شيخي طبعا قبل كل شيء، لكن دايما اراجع كلامه الاقي كما هو في الكتب. حتى مره بساله في حاجه يقول لي مش الكتاب بيقول كده، اقول له ايوه مولانا، قال لي خلاص بدل الكتاب بيقول كده خلاص. فايه انا تمرست عليه الى وجدت انه يعني على درجه كبيره جدا من العلم في العلوم كلها، خلاص لم ارى اعلم منه صراحه، لان انا بمارس العلماء اهل مصر بس يعني، واظن ان اعلم اهل الارض برضه هيكون من مصر يعني. فانا تمرست معه رضي الله تعالى عنه 35 سنه وهو يترقى في العلم
اولا العلم الظاهر علوم الشريعه كلها اصول اصول الفقه، هو وضع نظريته في اصول الفقه جديده، نظريه جديده خالص. هم مشوا العلماء كلهم مشوا لدرجه رفضوا ان هم يقبلوا نظريته. ليه؟ لانها حديثه جدا. ليه؟ في مناقشه الدكتوراه بتاعته كل العلماء تتكلم عن ايه؟ مثلا الكتاب، ها، وبعدين تتكلم على الكتاب يبتدي يقول ثبوته وحجيته وكذا، ها، هو لا ابتدى بقى يتكلم عن ايه بطريقه اخرى عن الكتاب والسنه والاجماع والقياس والاصول الثمانيه، يتكلم عنها بثمان اصول بالعرض، فيتكلم عن نظريه الحجيه، نظريه الثبوت، ها، جديده ابتدى ياخدها بالافقي دون الراسي، ها، نظريه الحجيه في القران في السنه في الاجماع في القياس وما الى ذلك، ويتكلم عن نظريه الحجيه في الايه في وهكذا. ثمان المواد انا مش متذكر، ووضع عنها كتاب اللي هو كتاب الطريق الى الايه التراث الاسلامي، اللي هو دي عباره عن ايه، كان سيديهات سجلها هو في اصول الفقه. وبعد كده رقيا ارتقى في العلوم كلها في تاسيس العلوم، اما يجيب لك حاجه بياسسها من اولها الى اخرها. وبعد كده إيه وجدت ان هو بالفعل لم اجد اعلم منه في العلوم. ثانيا ان انا بقول لك راجع معايا وراجع على كتب اهل السنه والجماعه وعلى كتب الفقه الاسلامي وما الى ذلك، تجد ان هو يعني ينقل النصوص كما هي كالحفظ التام. هو اتكلم عن نفسه، مره كان الدكتور جمال فاروق يساله، كان قبل الثوره، فالدكتور جمال فاروق جادله في كلمه وقال يا دكتور جمال انا قرات 45,000 عنوان كتاب، يعني قرأ 45,000 كتاب بالظبط، يقرأ في اليوم 8 ساعات حتى إلى الآن، وهو في دار الإفتاء إلى الآن يقرأ على الأقل 200 صفحة يوميا، خلاص، ده بصفة دائمة لا ينام إلا 3 أو 4 ساعات، خلاص. كان بيتكلم الأسبوع الماضي إن يكفي الإنسان، أظن هو بيعمل ذلك كده، ياكل 5 مرات مع كل صلاة 3 لوزات، لوز، عارف اللوز؟ ياكل 3 لوزات كل صلاة بس، ويتفق كده في اليوم ما ياكلش حاجة تانية إلا إذا شرب الماء، وأظن أنه يفعل ذلك في نفسه يعني. وساعات يقول ايه انا لا انام الا 4 ساعات فقط، وأظن في ظل الافتاء والى الان يقرا، حتى تجد ان هو اما بيتكلم في محاضراته سعه علم كل العلوم حتى العلوم الانسانيه والعلوم الاجتماعيه، ها، ما بيسالوه عن ايه كان. طيب، فانا وجدت ان هو افضل شيخ، وايضا هو جعله الله تعالى مربيا للخلق، فهو اخذ كما نقرا في الطريق اخذ الطرق عن الخمس طرق الموجوده أسندها عندهم، الطريقة النقشبندية والطريقة الشاذلية والطريقة الجشتية والطريقة القادرية، في طريقة خمسة مش متذكر اسمها، فهو عنده أسانيد للطرق دي من مشايخه، يعني تلقى على الشيخ محمد زكي إبراهيم، وكان يعني يعتبر آخر واحد في العصر من أعلى نفس العصر في الطريقة الشاذلية، وتلقى عن الشيخ أحمد مرسي والشيخ أحمد حمادة، ودول آخر ناس يتلقى عنهم الطريقة النقشبندية بالإسناد، خلي بالك، مع أنه إيه أخذ عنهم العهد وأخذ عنهم الطريق وإيه وكيفية السلوك وشهدوا له. أخبرت من أحد الطالبات عنده أنه وصل إلى حالة الحضور والغياب، بمعنى إيه؟ الطالبة داخلة مش عارفها دي مين، وهي بتحضر له بقالها مثلا 10 سنين 15 سنة، وقال بيقول لها النهاردة إيه؟ طب إحنا في شهر إيه؟ مش عارف. طب ان هو خاطب الجمعه، خاطب الجمعه، وبعدين حصل عنده حاله غياب لما دخل منزله انه حاضر مع الله تعالى وغايب عن الاكوان، ها، فبيقول لها النهارده ايه؟ قلت له النهارده الجمعه مولانا، يعني اي يوم في اي شهر؟ في رجب يا مولانا، احنا الجمعه الاولى من رجب سنه 1436، يعني حصل عنده غياب وكان مع من درجه الحضور مع الله سبحانه وتعالى. فانا بجد ان هو اكثر واحد يقوم بتربية الإنسان، وكتب ألف كتابا في الطريق إلى الله تعالى، السلوك درجة الإحسان، كما سنشرح بعد ذلك. قال رضي الله تعالى عنه، نقرأ الكتاب من كلمة كلمة. الطريق إلى الله تعالى لفضيلة الإمام العلامة نور الدين علي جمعة مفتي الديار المصري. المقدم الناشر يقول إيه؟ الحمد لله، مقدمة أو مقدمة الاثنين ناشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبع هداهم إلى يوم الدين، وبعد. هذا الكتاب هو عبارة عن نتاج تفريغ سلسلة دروس ألقاها سماحة العلامة الإمام الشيخ
علي جمعة مفتي الديار المصرية بمسجد العشيرة المحمدية بالدراسة على مدار 11 درسا عام 2001 ميلادية. بيّن فيها فضيلته معالم الطريق إلى الله تعالى وكيفية تخطي العقبات التي تقابل السالك والتبصير بالآفات التي قد تلحق المريد أثناء سيره. يبقى بيّن فيها الطريق إلى الله تعالى وكيفية تخطي العقبات التي تقابل السالك. كتير جدا أما ما يكونش ليه شيخ وبيسلك لوحده يضل. ها؟ وأذكر من ذلك مثال أن بعض الناس قرأت الكتاب إحياء علوم دين الغزالي، ففي واحد سمعت عنه أنه بقى يأكل كل يوم طعمية لغاية لما مات. شوف سلك خطأ، ما فيش شيخ ليه مربي، فلازم يكون على يد شيخ مربي ويفهم النصوص إزاي، ويفهم أن مثلا حالة الجوع دي أو عدم الشبع مختلفة من إنسان لإنسان. واحد عدم الشبع عنده رغيفين، وتاني عدم الشبع عنده نص رغيف، واحد مليء عدم الشبع عنده 4 أرغفة. يبقى ده يختلف من شخص لشخص كيفية التربية بتاعة النفس. يبقى إيه؟ وكيفية تخطي العقبات التي تقابل السالك والتبصرة بالآفات التي قد تلحق المريد أثناء سيره من تعرض الخواطر وما إلى ذلك، والخواطر الملكية والخواطر الربانية والخواطر الشيطانية، كيف يعالج هذه الأشياء ويسير معها، وكيفية التخلص من تلك الآفات وهذا كله قد خرج من قلب قد وعى الشريعة والحقيقة ممن قد خاض هذا البحر وسبر غوره. إذن هو سبقنا قدامنا، ماشي قدامنا، فهو شايف اللي احنا مش شايفينه، واضح؟ وده كل الأئمة الكبار كده في النسبة للتاركين والمربين، انهم بينظر امامه مش عارف، لكن حسب موقفه هو، لكن بينظر خلفه عارف اللي ماضي من مراحل والدرجات. وهذا كله قد خرج من قلب قد وعى الشريعة والحقيقة ممن قد خاض هذا البحر وسبر غوره. مرب فاضل قد سلك كثير من طلاب الحق والحقيقة على يديه، فأرشدهم ووجههم حتى وصلوا إلى شاطئ الأمان وبر العرفان، وهو حفظه الله تعالى في هذه الدروس قد لخص ما حصل من أنوار مشايخه وبركاتهم وفيوضاتهم والذين كانوا أقطاب عصرهم وقدوة زمانهم، فهو بذلك جزاه الله عن الإسلام والمسلمين كل خير، قد مهد الطريق لكل من أراد الوصول وزلل الصعاب لكل من أراد التمسك بالأصول، وبالله التوفيق. أولا طبعا أخذ عن كبار أهل التصوف في العصر، فأخذ عن الشيخ أحمد حمادة وعن الشيخ أحمد مرسي، ودول تلاميذ الشيخ محمد أمين البغدادي اللي هو كان قطب زمانه، أيضا كان يضرب بكعب الأرض يرمي بنانير ذهب رضي الله عنه وأرضاه. قال له واحد ماشي معاه فقال له إحنا مش عايزين حاجة درهم ناكل ولا حاجة، أم راح قبض بكعبه الرصيف وقال خذ الدنانير دي، إحنا لا ننظر إلى دينار ولا درهم، قال ولا تمشي معنا. وكان يعلم تلاميذه بإعلام من الله تعالى، يجي الواحد يقول له أنا عايز الطريق، يقول له أنت مش ابني، لكش رزق عندي، فلم يبيع إلا 6، وقال لهم الطريق مغلق بعد كده، لا تبيعوا أحدا، إلا أن الشيخ أحمد مرسي والشيخ أحمد حمادة أجازوا الطريق لسيدنا الشيخ علي جمعة، ولعلهم أجازوا بعض الناس آخرين يعني، لكن وجدوا أن الطريق متصل، ولذلك هو يقول أن الطريق النقشبندي متصل أيضا إلى الآن، وهو أيضا عنده السلسلة النقشبندية. مما قاله الأسبوع السابق عندكم في الدرس وانتوا قاعدين، سئل عن الشيخ ناظم الحقاني، فقال أنا لم أرى منه شيئا، يعني معنى كلامه إنما رأيته بعد أن يصلي سنة الفجر يطير على شق الأيمن، فذلك كمال السنة التي جهلها كثير من الناس، فهذا رجل ملتزم بالسنة، ولا أظن أن ما يقال عليه من ضلالات أنه إن هذا منسوب إليه وليس على ضلال، بل هو شافه بعينه وقابله في أمريكا، يعني ربنا يسر له أن يقابل أئمة العالم في كل العلوم رضي الله عنه وأرضاه. وأخذ طبعا في الحديث مشهور أنه ده يعمله معجم له رضي الله عنه، أو ثبت في الحديث لسه ما أكملش، وأخذ عن أئمة العصر في الحديث أيضا وأئمة العصر في الفقه وما إلى ذلك، وتكلم عن ذلك طبعا فيما يذكره من أسانيد له. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد،
فهذا كتاب الطريق إلى الله، والذي تعرضنا فيه لشرح مراحل السير إلى الله تعالى وما أبداه أهل السلوك والمعرفة بالله في هذا الشأن، في هذا الشأن من معان دقيقة ومدارك رقيقة في كيفية السلوك والسير إلى الحق سبحانه وتعالى. وأول ما نستهل به كلامنا هو حديث جبريل المشهور الذي اشتمل على معالم الدين الكبرى، والذي أخرجه الأئمة الكبار واهتموا به وجعلوه من الأحاديث التي توضح دين الله. وفي آخره يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي نعم كل ده دين، إحسان إيمان وإسلام وإحسان. وجبريل عليه السلام كان يأتي في صورة مرئية للصحابة، مرة في صورة صحابي اسمه دحية أي ابن خليفة الكلبي، وكان جميل، وكان دحية رضي الله تعالى عنه جميل الهيئة، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للسفارة مرات، أي معه رسائل إلى الأمراء والملوك، أي أنه كان سفيرا عن المسلمين عند غير المسلمين. فكان سيدنا جبريل عليه السلام يأتي المسلمين في صورة دحية أو دحية، وكان بعضهم يدرك أنه جبريل إذا ما ظهرت بعض الظواهر الخارقة للعادة حوله. السيدة عائشة قالت: أهذا دحية؟ قال: لا، ده كان جبريل اللي كان واقف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأحد أمة المؤمنين أيضا أخرى رأت سيدنا جبريل على صورة دحية كأن يختفي فجأة. طيب، وكان بعضهم أي بعض من يرى من المسلمين يدرك أنه جبريل إذا ما ظهرت بعض الظواهر الخارقة للعادة حوله كأن يختفي فجأة، كما حصل في قصة حديث جبريل، ها؟ أنه قال: أدركوا الرجل فذهبوا فلم يجدوا، أو يظهر فجأة، أنه ظهر فجأة في حديث جبريل برضو وجدوا الرجل أعرابي داخل عليهم وما فيش عليه أثر السفر ولا أي حاجة، وكأن يكون بينهم من غير إدراك لبداية دخوله ولا لنهاية انصرافه، ما حدش يدرك متى دخل ولا متى انصرف. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه جلوس المتعلم إلى معلمه، ووضع يديه على فخذيه، أي فخذ نفسه سيدنا جبريل، أي على فخذي جبريل، وضع يدي سيدنا جبريل وضع يديه على فخذ نفسه، أي على فخذي جبريل، وسأله: يا رسول الله، ما الإسلام؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن السؤال يقتضي الاستفهام، والاستفهام طلب المعرفة، وتصديق معناه أنه كان يعلم هذا الأمر قبل ذلك، واجتماع هذين الأمرين عجيب. شوف التفسير ده ما تلاقوش في حد، إزاي إن هو قال لي عجيب. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. قال: صدقت. ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراه. وقد جعل العلماء هذا الحديث سببا لتحصيل العلوم الشرعية، فأقاموا علوما تحفظ الإيمان أسموها علم التوحيد أو علم الكلام أو علم العقائد أو أصول الدين. وفي هذا العلم نقل العلماء لنا كل ما أمكن من أسئلة وإجابات عن الأسئلة فيما يتعلق بالإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، وجعلوا علم التوحيد هذا على ثلاثة أبواب. الباب الأول يتكلمون فيه عن الله تعالى سبحانه وتعالى، ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقه سبحانه وتعالى، وكيف ذلك ومن أين أتوا بذلك من الكتاب والسنة. الباب الثاني جعلوه عن النبوات أو النبويات، وتكلموا فيه عن صفات الرسل الكرام وما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام. الباب الثالث جعلوه في السمعيات، وهي الأمور التي جاءت إلينا من قبيل السمع لا من قبيل الفكر والنظر والعقل والتفكر والتدبر، كاليوم الآخر والجنة والنار. يبقى لا متسلطة على الفكر والنظر والعقل والتفكر والتدبر، إن ده بس سمعي فقط، يعني نقلي سمع، كاليوم الآخر والجنة والنار والصراط والميزان والحساب والملائكة والجن وغير ذلك مما جاء في القرآن والسنة، فآمنا به. فهذا العلم الشريف قام بمرتبة الإيمان، وأقاموا الفقه ليحافظ على الإسلام، فتكلموا في الفقه وأفصلوا فيه حتى زادت الفروع الفقهية عن 1,000,000 فرع فقهي، بل 1,200,000. مصدرها كما قال برضو سيدنا نور الدين هو نفسه، مصدرها كلها الكتاب والسنة،
وقد اختلف الناس في فهم الكتاب والسنة فيما يتعلق بالفقه، فكانت هناك المذاهب الفقهية وكانت أكثر من 90 مذهبا. وبعد ذلك رأوا أن هذه المذاهب تتشابه، الأول في علم التوحيد طبعا، أصبح في مدرستان عظيمتان في التوحيد، مدرسة الماتريدية ومدرسة الأشاعرة، وغالب الأمة أشاعرة والبعض ماتريدية زي أهل تركيا وما إلى ذلك ماتريدية، وبعض الأحناف ماتريدية، لكن دول مدرستين فقط في الإيه في العقيدة، ما أو من سار على سيرهما وحدى على حدوهما ها فيبقى دول إيه أهل السنة والجماعة، أما من شذ عنهما يبقى ليسوا أهل السنة والجماعة، فالجبرية والمعطلة والجهمية والخوارج كلهم ليسوا أهل السنة والجماعة، بل من الطوائف الضالة وبعضهم كفر زي القرامطة ها وما إلى ذلك. والمدارس الفقهية أربعة، وأقاموا الفقه ليحافظ على الإسلام، فتكلموا في الفقه وأصلوا فيه حتى زادت الفروع الفقهية في عن مليون فرع فقهي، مصدرها كلها الكتاب والسنة، وقد اختلف بفهم الكتاب وفهم السنة، وقد اختلف الناس في فهم الكتاب والسنة فيما يتعلق بالفقه، فكانت هناك المذاهب الفقهية وكانت أكثر من 90 مذهبا. وبعد ذلك رأوا أن هذه المذاهب تتشابه، وفي بعضها لم يكن للعالم بعد وفاته تلامذة يقومون بمذهبه ويبلغونه لمن بعدهم، ولذلك قامت هذه المذاهب وكانت حوالي 95 مذهبا أو 96، فذهب منها ما ذهب وبقي منها ما بقي، حتى صارت المذاهب الثمانية الباقية إلى يومنا هذا منها أربعة مشهورة وهي الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، ومنها أربعة غير مشهورة لأن عدد المتبعين لها قليل، وهي الجعفرية ويتبعها الشيعة، والإباضية ويتبعها أهل عمان وبعض أهل الجزائر، والزيدية ويتبعها بعض أهل اليمن، والظاهرية ويتبعها قليل جدا من أهل المغرب. الله. طيب المذاهب كانت 96 مذهب، ولكن قالوا مثلا كمثال قالوا ان الليث بن سعد افقه من الامام مالك صاحب المذهب المعروف، قالوا الا ان اصحابه ضيعوه بانه لم يدونوا مذهبه، دي حاجه. الحاجه الثانيه يبقى عدم التدوين، عدم بيعامل الفقيه المجتهد على مذهب بيعامل نص صاحب المذهب كنص الشارع، اي كالفقيه المطلق، الفقيه المطلق او المجتهد المطلق بيتعامل مع نصوص الشرع لانه كملت آلاته في اللغه العربيه والحديث وغيرها من العلوم حتى استطاع بكمال آلاته ان ينظر في القران والسنه مباشره، اما من قصر عن ذلك لا يستطيع النظر في القران والسنه من المجتهدين، فينظر في نصوص امام الى ان يصل الى الاجتهاد يستقل عن امام، فهو بينظر في نصوص إمامه فبيتخذ نصوص إمامه كما قال الإمام النووي في مقدمة المجموع، يتخذ نصوص إمامه كاتخاذ المجتهد المستقل لنصوص الشارع، ماشي. فالعلماء ال 96 لم تحفظ مذاهبهم كلهم، قالوا أن الليث بن سعد الليث بن سعد أفقه من الملك إلا أن أصحابه ضيعوا لأنهم لم يدونوا كلامه. طيب ابتدت المذاهب الأربعة بس هي اللي بقيت، ليه؟ لأنها دونت وحررت ونقحت وعملت كنصوص الشارع، بل اهتم العلماء بأكثر من ذلك. ليه الأربعة بس؟ تلاقي المذاهب الأربعة لهم خصوصية أن الله تعالى هو اللي حافظها، لذلك يقول الإمام البجيرمي في الحاشية المذاهب الأربعة كلها صحيحة وكلها طرق تؤدي إلى الجنة. طب ليه كده؟ قال لك كل مذهب قدم من جميع انواع طوائف العلم الاخرى، خلاص. لا المذهب الشافعي كمثال عشان شافعي، فنقول ايه ان مثلا اتى الغزالي كتب كتاب الوجيز، كتب اربع متون في الفقه الشافعي، الوجيز والخلاصه والوسيط والبسيط. الوجيز شرحه الامام الرافعي في 12 13 مجلد، فتح العزيز شرح الوجيز او العزيز شرح الوجيز، يبقى قدم هو بشراح ومختصرين ايضا له الخلاصه مختصر في الفقه او متن ابو شجاع او متن، يبقى خدم المذهب من حيث من الناحيه الفقهيه باختصار وشرح وتحشيه على الشروح، حواشي الشرواني، حواشي ابن قاسم العبادي، سبعه وسبعه من حواشي ها على شرح المنهاج للامام النووي، على شروح المنهاج للامام النووي، شرح سواء الرملي او شرح ابن حجر الهيتمي رضي الله تعالى عنه اجمعين. طب كده بس؟ لا، ده فتح العزيز ده عملوا منه قاموس يستخدم في اللغه العربيه كلها، كتب
الإمام الفيومي المصباح المنير في شرح غريب، الشرح الكبير، الشرح الكبير اللي هو ايه، فتح العزيز شرح الوجيز، فعمل القاموس ده عشان حل ألفاظ كتاب الشرح الكبير للرفع فقط، وأصبح قاموس لغة عربية تداول الناس كلها قاموس لغة. ها جم بعد كده خرجوا أحاديث الشرح الكبير، جاء ايه البدر المنير جاب الأحاديث وخرجها وحكم عليه للناقم، وبعدين اختصر البدر المنير، وبعدين اختصر ابن حجر قال التلخيص الحبير، ها ايضا في تخريج أحاديث الشرح الكبير. ايه ده بس كده؟ لا ده كمان كل كتب المذهب حصل فيها كده، كل كتاب معتبر من المذهب زي المهذب اهتموا بيه جدا، وايه الامام النووي نكت المهذب وغريب المهذب وتحرير الفاظ التنبيه، كل اهتم ايه، اهتم من الناحيه اللغويه، الناحيه الحديثيه، الناحيه الفقهيه، فاصبح بيخدم المذهب مجموعه من العلماء في كل فروع العلم الاخرى. فلذلك امتازت المذاهب الاربعه بذلك انها حررت ونقحت، واصبح يخدمها من جميع طوائف العلوم، خدم ممن توصلوا في تلك العلوم الى الدرجه النهائيه. ها طبعوا في الاخر شرح الدميري، ها على اخر كتاب يظن طبعته دار المنهاج شرح الدميري 10 مجلدات على الايه منهاج الطالبين للنووي، الدميري بتاع حياه الحيوان شرح منهاج الطالبين للنووي في الفقه، واضح شرحه في 10 مجلدات. ها وتلاقي بين شارح ومختصر ومحشي، ها وبين معلق، فخدمت المذاهب الاربعه دون غيرها من المذاهب لم تخدم هكذا. اما ايضا خدمت من جهه اخرى، وهو انهم قلنا انه يتعامل مع نصوص الامام كتعامل المجتهد المطلق مع نص الشارع، فاذا ده بيلاقي اختلاف في قولي الامام يبتدي يرجح من الاقوال دي، واللي هي عند الشافعيه كلمه الطرق، هل هي الطرق دي اختلاف احوال ولا اختلاف اقوال للامام؟ هل الامام قصد قولين ويبقى واحد ارجح من الثاني، ولا ده القول ده في الحاله الفلانيه والقول الثاني في الحاله العلانيه؟ قال لا، ده يبتدي علماء المذهب يجتهدوا في نصوص الامام، ويجتهدوا في تخصيص العام من اقوال الامام، وفي تقييد المطلق من اقوال الامام، ها ويقول ان بعض الاقوال ارجح من الاخرى. ولذلك قالوا مثلا عند الشافعيه، لان انا شافعي بحفظ المذهب كويس، قالوا ايه ان الامام الشافعي رجع عن مذهبي بالعراق كله، وقال لا احل لاحد ان يروي عني مذهبي في العراق، وقالوا مذهبه اللي في مصر هو الام، وكتاب الحجه ده لو وجد يعني لا يروى لا ينسب اليه ولا يفتى من الحجه الا. قالوا 22 مساله، وبعضهم قال لا دول سته، الامام النووي قال لا لان المسائل فيها خلاف، فرجحوا القول القديم لقوه المدرك والدليل في سته او 22 مساله، لان الدليل اقوى مع القديم، ورجحوا كده يعني ما تركوش بيقللوا تقليل مطلق، لا ده في وسط المجتهدين زي البيهقي والنووي والرافعي وصل بالكاد مطلق كمان، الا انهم تقيدوا بمذهب الشافعيه وقواعده، زائد ان كل مذهب له اصول فقه خاص بيه، ولذلك في ثلاث اصول مشتركين مع بعض، وفي خلاف في الثلاث اصول ايضا، الشافعيه والحنابله والمالكيه لهم اصول متفقه، خلاف اصول الساده الاحناف لانها مختلفه شويه عنهم في طريق المنهج وطريق استنباط الاصول دي، ان الامام الائمه الثلاثه سلكوا مسلك طريقه اسمها طريقه المتكلمين، بانهم وضعوا القواعد اولا، واحد وصل لدرجه الاجتهاد فبيصيغ القاعده الاصوليه اولا، وبعد كده يبتدي يشوف ايه الفروع اللي بتدخل تحتها. ماشي؟ خلاف الاحناف لا، دول جمعوا الفروع وكونوا من الفروع القاعده الاصوليه. فده مسلكين في وضع القواعد الاصوليه والفقهيه ايضا هكذا. مثل ذلك. فامتازت المذاهب الاربعه واشتهرت بذلك وحفظت بذلك، اما المذاهب الاربعه الثانيه فهي ليست من مذاهب اهل السنه والجماعه الا انها خدمت، اعتبرناها ليه؟ لانها خدمت بنفس الطريقه التي خدمت بها المذاهب الاربعه. ان في اهل لغه واهل حديث واهل ادله خدموا المذاهب الاربعه الاخرى، فلذلك اعتبرت تلك المذاهب لانها مخدومه. واضح؟ اما بقيه الـ بعد كده 96 يبقى باقي 88 مذهب، كل مذهب مذهب ابي ثور، مذهب الزعفراني، الا انه لم يخدم زي كده، بل تجد اقوال ابي ثور بس. موسوعه ابن عيينه، اقوال ابن عيينه، موسوعه الثوري، جمعوا الاقوال، لكن هل حررت ونقحت؟ النقل بتاعته نقل صحيح، لكن انا لو الامام لو انت عارف لو الام ضاعت، ها نطلعها من الكتب نجمعها ثاني ونتطلع زي الام بالظبط، خلاص ليه؟ لوجودها في مئات الالاف من الكتب التي شرحت واختصرت، ها مختصر المزني
تجد مثلا الام نفسها لها كذا شرح، يعني مثلا شرح الحاوي الكبير للماوردي شرح الام، قال الشافعي ويشرح كلام الشافعي، وايضا نهايه المطلب في درايه المذهب للامام اجويني شرح الام ايضا، وهكذا. فلو الكتب دي ضاعت هنجيبها تاني خلاص. لكن الاقوال بتاعه الائمه اللي هي المذاهب ال 88 لم تحرر، بمعنى ايه؟ ايضا ولم تنقح. ممكن القول يبقى منقول، يشك في رواياته عن صح عن القول ده، شك ثبوت الروايه لصاحب المذهب، دي اول حاجه. اما ذاك احنا عندنا اسانيد فقهيه خلاص، فيها النووي والغزالي الى سيدنا الامام الشافعي الى ابن عباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسناد فقهي موجود واضح وعند كل الائمه بتوع المذهب خلاص. الاسانيد الفقهيه دي معتبره عندنا في نقل الفقه، لكن المذاهب الثانيه ما حصلش فيها الاسانيد الفقهيه دي، فممكن ينقل عباره وتكون العباره غير صحيحه اولا. ولو نقلت صحيحه، هل اراد بها الاطلاق ام التقييد؟ هل اراد بها العموم ام التخصيص؟ او اراد بها انها له قول اخر في المساله دي ولا ملوش؟ ما حررتش كما حررت المذاهب الاربعه. فال 88 مذهب لم يحرروا كما حررت المذاهب الاربعه، ونقحت وخدمت من جميع انواع العلوم خلاص. وقد اختلف الناس في فهم الكتاب والسنة فيما يتعلق بالفقه، فكانت هناك المذاهب الفقهية وكانت أكثر من 90 مذهبا، وبعد ذلك رأوا أن هذه المذاهب تتشابه، وفي بعضها لم يكن للعالم بعد وفاته تلامذة يقومون بمذهبه أي بخدمة المذهب ويبلغونه لمن بعده، ولذلك قامت هذه المذاهب وكانت حوالي 95 مذهبا، فذهب منها ما ذهب وبقي منها ما بقي، حتى صارت المذاهب الثمانية الباقية إلى يومنا هذا منها أربعة المشهورة وهي الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلة، ودول أهل السنة والجماعة، ومنها أربعة غير مشهورة لكن موجودة ومعتمدة ولها كتب، لأن عدد المتبعين لها قليل. لا، بل الأربعة دول أيضا ليسوا أهل السنة والجماعة، ليسوا على اعتقاد أهل السنة والجماعة في كمالهم، وهي الجعفرية، وطبعا في تحريف في الجعفرية، وإن كان أصل جعفر الصادق هو أصل المذهب، لكن ما نسب إليه من أتباعه المتشيعين بوظوا المذهب وكذبوا عليه كثيرا، فأصبح المذهب غير خالص، ويتبعها الشيعة والإباضية، ويتبعها أهل عمان وبعض أهل الجزائر بالنسبة إلى محمد بن إباض، وهذا إن عنده بدعة. طبعا الشيعة معروف إنهم إيه، أقل ما فيهم إنهم يشتموا الصحابة، يسبوا الصحابة. أما الإباضية فهؤلاء أقل ما فيهم قول الخوارج بتكفير صاحب الكبيرة، إن صاحب الكبيرة عندهم كافر ولا توبة له، فدي الشذوذ هنا. غير ده أنا بذكر لكم حاجة واحدة كبيرة تكفي إن نقول بضلال أهل المذهب، وليس أنهم من مذاهب أهل السنة والجماعة. والزيدية ويتبعها بعض أهل اليمن، إنهم برضو يعني تنزهوا عن السب الصحابة بعضهم يعني في الظاهر، لأن هم باطنية، وبعد كده منهم من إيه يقولنا بقطع بتفضيل علي على ابي بكر بن عمر وعثمان، او على ابي بكر بن عمر وعثمان. والظاهريه ويتبعها قليل جدا من اهل المغرب، وده مذهب باطل، لانه انكر اصلين من اصول الشريعه، انكر الاجماعات والقياسات، انكر اصلين من اصول الشريعه. ولذلك ايه مذهب الظاهريه يتبعه قليل جدا من اهل المغرب. يقول عن مذهب الظاهريه الامام النووي ها انه مذهب الظاهريه لا يعتد به في الاجماع ولا الخلاف، وانا ارجح قول النووي في ذلك، لانه يقول اقوال ما انزل الله بها من سلطان. يقول مثلا الاشياء العجيبه، ثلاث حاجات نجيبهم كده في ذهننا، مذهب الظاهريه بالذات، لانه هو الناس كثير ها تخدع في مذهب الظاهريه. يقول ايه؟ لا يقول لنا احدكم في الماء الراكد ثم يتوضا منه. داوود بن علي الظاهري قال ايه؟ اذا بال في اناء ثم صب البول في الماء يتوضا منه، اما اذا باشر الماء البول في الاناء لا يتوضا منه. هو ده كلام عقلي يقبله عقل مسلم؟ يعني في فرق بين صب البول في الاناء وبين البول مباشره؟ طب ما هو البول حصل في الماء يبقى تنجس الماء. فقال له يجوز بقى انه ايه لو صب البول في اناء، لو تبول في اناء ثم صب الاناء في الماء الراكد يتوضا منه، اما لو بال مباشره لا يتوضا. ليه؟ لان الحديث بيقول لا يولن احدكم في الماء الراكد ثم يتوضا منه. طبعا قول لا 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 تمييز ولا اصول. ايه الفرق بين البول مباشره وبين صب البول في الماء؟ هو يتنجس في الحالتين عند ايه؟ بقيه الامه يعني خلافا. يقول مثلا من الاشياء اللي درسناها في القضاء، يقول داود بن علي الظاهري يجوز للمراه ان تتولى الولايات وتتولى القضاء، وبعدين يجي عند حديث ايه؟ لا نكاح الا بولي وشاهد عدل، او ايه؟
فيقول ايه لا يجوز ان تكون مرأة ولية. فقال حاجة عجيبة، العلماء قالوا ايه، يجوز ان تزوج غيرها ولا يجوز ان تزوج نفسها، انها تشتغل قاضي والقاضي يتولى عقود النكاح، فيجوز لها ان تزوج غيرها ولا يجوز ان تزوج نفسها. حاجة عجيبة من اقوال الظاهرية دول. مسألة ثالثة في الظاهرية، يعني مسائل كتير جدا تدل على الاختلال، انكار الاصل ده. وبعد لما تقرأ كتابه بتاع ده، كتاب داود بتاع الامام ابن حزم، تفتكر هو في طبعا نوع من التطول على علماء السنة الشافعية الائمة الاربعة، ها، وخصوصا ويرد على الشافعي، لكن رده ليس فيه الملكة، ليس فيه الملكة الفقهية اللي هي الاجتهادية. خلاص، ما رسول الله قال اذا اجتهد، قلنا لو كل الشرع عبارة عن نصوص، ها، القرآن والسنة بس، ما فيش اجماع وقياس، يبقى كيف تقيس الاحكام؟ بل قد يرد عليه قوله بان اذا لا قياس في الاحكام، وبالتالي يبقى ما تقيسش انت من اتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان معاصرا له، تبقى الاحكام خاصة وفردية. خلاص، فانكروا اصلين ده، يعني ما هو الامام انه يقول ايه، ان لا يعتد به في الاجماع والخلاف. طيب، فاصبح هناك على سبيل الشيوع التام الائمة الاربعة ابو حنيفة، وقد مات سنة 150 من الهجرة عن 70 سنة، يعني كان سنة 90 موجود، كان سنة 80 موجود، فهو من مواليد سنة 80 ومالك، وقد مات سنة 174 من الهجرة عن سن بلغ 84 سنة، أي 78 سنة أو 78 سنة، 84 لأن 78 سنة، لأنه من مواليد سنة 90 أو سنة 96. والإمام الشافعي مات عن 54 سنة، لأنه ولد سنة 150 أي في العام الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة من الهجرة، ومات سنة 400. والإمام أحمد بن حنبل ولد سنة 64 و100، ومات سنة 241 تقريبا. فهؤلاء الأئمة الذين نقلوا لنا الفقه وحافظوا عليه، لأن هذا الفقه موروث عن الصحابة والأئمة المجتهدين عبر الزمان. قالوا إن أبو حنيفة مدرسة ابن مسعود في الشام والعراق، والبقية الأئمة كانوا يتبعوا ابن عباس وغيره من أكابر الصحابة الذين نقل عنهم الفقه واشتهروا بأنهم سبعة الفقهاء من العلماء، من علماء الصحابة. نكتفي بهذا القدر اليوم. باب في التصوف، باب التصوف علم، باب التصوف علم مبني على الكتاب والسنة وعلى ما عمل به الصالحون وجربوه في إطار الكتاب والسنة. نقرأ هذا المرة القادمة، وما تكلمش عن إيه الإحسان في هذا إيه في الحديث جبريل والإحسان، سميه بقى إيه، في حاجة اسمها إيه، لا مشحة في الاصطلاح، يعني إيه، سميته تصوف، سميته زهد، سميته ورع، سميته درجة الإحسان، سميته ما شئت، ده مصطلح، لا مشحة في الاصطلاح، إنك تسمي حاجة معينة ويتفق أهل الفن ده على تسميتها بكده، واضح، فلا مشحة في الاصطلاح، ودي قاعدة عند العلماء. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصل الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله على ما أنعم وأولى وأبلى وابتلى وأمد. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.